فقال للسائل: يا هذا ماذا كان قبل الثلاثة الحسابية؟ فقال السائل: اثنان. فقال: وماذا كان قبل الاثنين؟ قال السائل: واحد. قال: وماذا كان قبل الواحد؟ قال السائل: لا شيء. فقال له الإمام: إذا كان هذا ظنك بالواحد الحسابي، فما ظنك بالواحد الرباني؟ حاسبت نفسي فلم أجد لي صالحا إلا رجائي رحمة الرحمن، ووزنت أعمالي علي فلم أجد في الأمر إلا خفة الميزان، وظلمت نفسي في فعالي كلها، ويحي إذا من وقفة الديان. يا أيها الإخوان، إني راحل مهما يطل عمري فإني فاني، يا رب إن لم ترضى إلا ذا تقى، من للمسيء المذنب الحيران. ونصلي ونسلم على خير خلق الله محمد، زد في الصلاة على النبي خير الأنام الطيب. يا كل رجل هاهنا، يا كل شيخ أو صبي، إن كنت ترجو شفاعة زد في الصلاة على النبي. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي وحبيبي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا وإياكم في رحاب ليلة تأبين راحلنا الكريم الحاج مجدي بدير عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، كما نقدم واجب العزاء إلى أخي المهندس محمد مجدي بدير، وكذلك ندعو الله بالرحمة والمغفرة لفضيلة الحاج عزة بدير والحاج علي بدير عليهما رحمة الله والملائكة والناس أجمعين، ونقدم واجب العزاء إلى معالي المستشار سيف مصطفى ومعالي المحاسب عبد العزيز غانم، وكذلك الأستاذ سامح نصر. ندعو الله عز وجل أن ينزل على قلوبهم الصبر والسلوان. عود حميد مبارك إلى مائدة القرآن الكريم. نعيش وإياكم في رحاب كتاب ربنا عز وجل مع قارئ يعلم علم القراءات، فيسمعنا ما في الآيات من معجزات بنعومة الصوت وعذوبة النبرات، مع فضيلة القارئ الشيخ يحيى السيسي القارئ بالفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي. ندعو الله عز وجل له التوفيق، ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا.
قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا إن الله غفور حليم يا والله يحيي ويميت
والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. فبما رحمة من الله لنت لهم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. فإذا عزمت فتوكل على فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم. فإذا عزمت فتوكل على الله.
إن الله يحب المتوكلين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا وإياكم في رحاب ربنا الرحمن في استماع واستمتاع بآي القرآن وما تيسر من آيات سورة آل عمران. تلهى علينا معلم القراءات بجمهورية مصر العربية والدول العربية فضيلة المقرئ الشيخ يحيى السيسي قارئ الفضائيات الإسلامية والعالمين العربي والإسلامي، مشاركة وتعزية لآل بدير جميعا في وفاة فقيدنا صاحب الواجب الحاج مجدي بدير عليه رحمة الله والملائكة والناس أجمعين. كما نقدم واجب العزاء إلى أخي العزيز المهندس محمد مجدي بدير، وكذلك إلى معالي المستشار سيف مصطفى وأخي الأستاذ عبد العزيز غانم، وكذلك إلى آل بدير جميعا. ندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته الحاج علي بدير والحاج عزة بدير. أيها الإخوة المؤمنون، ننقل إليكم ليلة تأبين راحلنا الكريم من داخل إحدى قصور الضيافة المتنقلة إذاعة وفراشة وكهرباء أولاد الحاج صلاح خلف بسندبيس بمحافظة القليوبية، وعبر أثير كاميرات الأزهري العبقري أحمد الجعبري، وكذلك تقديم واجب الضيافة للمتر عاطف عقل
بالبردعة بمحافظة القليوبية. إلى عود بإذن الله سبحانه وتعالى، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.